ناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركته نستعين وعليه نتوكل ومنه دوما نطلب التوفيق والنجاح. ينطلق شوطنا الثاني، ويعتبر الشوط الأول الرئيسي لسن الفطامين الجعادين، والمسافة المقررة 1500 متر. الروح مع الصدارة ومع المركز الأول شاهين عويس بن حمدان الدرعي على الصدارة وعلى المركز الأول. أما ثاني المراكز شاهين سليم بن ضبون العامر على ثاني المراكز. أما ثالث المراكز شوف اللي قادم شاهين محمد بن سهيل بن خير العفاري على ثالث المراكز. رابع المراكز شوف اللي قادم هملول سالم بن عبيد بالحلوس العامري على رابع المراكز. أما خامس المراكز شوف اللي قادم على خامس المراكز شاهين ناصر بن هلال بن سعيد العفاري. الخمس المراكز الأولى الفايف ستار، ولكن نعود مع شاهين. شاهين اللي على الصدار وعلى المركز الأول، عويس بن حمدان الدرعي على الصدار وعلى المركز الأول، ولكن شوف اللي قادم على ثاني المراكز شاهين سليم بن ضبون العامري على ثاني المراكز. أما ثالث المراكز هملول سالم بن عبيد بالحلوس العامري. الثالث المراكز أما رابع المراكز شوفوا اللي قادم الله 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 على رابع المراكز حامل رقم 59 مشكور سيل بن محمد راعي الشيقي العامري على رابع المراكز. لكن نعود مع الصدار ومع المركز الاول، نعود مع شاهين. شاهين اللي على الصدار وعلى المركز الاول يباعد ما بينه وما بين بقيه المراكز عويس بن حمدان الدرعي. الله 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 الله، شاهين شاهين على الصدار وعلى المركز الاول عويس بن حمدان الدرعي. الله 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 الله. اما ثاني المراكز شاهين سليب بن ضبون العامري، لكن خلاص من هذه اللحظات تهانينا والناموس العويس بن حمدان الدرعي بمناسبة فوز شاهين وحصوله على المركز الأول. الله الله الله، تهانينا والناموس. أما ثاني المراكز شاهين سليم بن ضبون العامري على ثاني المراكز. أما ثالث المراكز شاهين لمحمد بن حمد راعي الشيقة العامري، تهانينا والناموس العويس بن حمدان الدرعي بمناسبة فوز شاهين وحصوله على المركز الأول. دقيقتين وعشر ثواني وستة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس.